السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم البنات في قناتي قناة أنوثتي وصفات طبيعية لكل الأعمار وكذلك مجربة، وإن شاء الله تستفيدوا معنا. إن كنتم أول مرة تزوروا القناة اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس، وأيضا تقدروا تنضموا لي في صفحتي إلى أي يعني تحبوا تحطوا لي سؤال خاص تكونوا حشمتوا تحطوه هنا في يعني امام الناس. ونبدو على بركه الله. اليوم الوصفه تاعنا للتسمين، هذه الوصفه هي وصفه طبيه مجربه 100%. حبيت فقط نقول بلي الوصفه هذه صح صعبه شويه كما نقولوا حنا، واعره باه تاكلوها، ولكنها مفيده جدا جدا. راح نحكي معكم الان على فوائد الوصفه، لكن بعد ان اعطيها لكم راح نحتاج الى الحليب الدافئ. ها امامنا هنا هاوليكم. علاه الوصفه هذه عملتها؟ باسكو كاين ناس تقول لك ما عنديش وقت نعمل عقدات، ما عنديش امكانيات، اسكو اني جربت هاك وهاك. فاليوم هذه الوصفه هي وصفه مؤكده 100%، ما كاينش وحده ما جربتهاش وما زادتش الوزن تاعها. كذلك هي بديله لخميره البيره او حبوب خميره البيره، لعلبه فقط صغيره منها راهي تتباع ب 50 60 الف، فهذه رخيصه الثمن. مفعولها يبدا من اول شهر وتشرب على الصباح، لازم تتحملوا الطعمه تاعها ولكنها رائعه. الان واش راح نحتاجوا؟ راح نحتاجوا الى كاس حليب دافئ، وراح نحتاجوا الى خميره الخبز. هاي ليكم خميره الخبز العاديه. واش راح نعملوا؟ كل علينا هو كالاتي كالاتي هو جيبوا ملعقه تاع خميره هاي ليكم وتحطوها في الحليب الدافئ وتحركوا وتغلقوا انفكم وتشربوا. اذا حبيباتي تحطوا ملعقه كبيره او ملعقه صغيره ممتلئه في الحليب الدافئ وتشربوها بالخف، يعني تغلقوا خشمكم وتشربوها بالخف. صدقوني هذه الوصفه والله فعاله جدا. نعرف وحده متزوجه صافي كان وزنها تاع 40 كيلو، مع شهر طلع ديريكتومون حوالي 65 كيلو. اول حاجه ليه الخميره راهي مليحه به يعني تعرفوا، لانها كائن حي ياكل ويشرب مثلنا. كي تحطوها في الحليب الدافئ راح تتكاثر وتتفاعل وتعطيكم الفيتامينات اللي هي B12، كذلك فيها احماض امينيه اساسيه يحتاجها الجسم بالبزاف، كذلك فيها اهم حاجه هي الفوسفور بوتاسيوم. فقط كي تشربوا كاس تاع الحليب بعدها في النهار لازم تاكلوا حوايج فيها الجبن مثل الياغورت كذا باه تعوضوا البوتاسيوم يخرج من الخميره. كذلك فيها الزنك الحديد، تعالج المفاصل من داء النقرس، يعني الناس اللي يعني عندهم الام من النقرس. ولازم تشربوها على الريق وما تاكلوش بعدها حتى ساعه. راح تفيدكم بزاف، راح تزيد لكم الوزن، راح تتحصلوا على جسد مثالي. هذه الوصفه سهله جدا. الناس اللي ما تقدرش على الخميره تاع الخبز اللي هي هذه الخميره الجافه، بامكانها شراء حبوب خميره البيره متوفره، وتاخذ ثلث حبات بعد الاكل بكاس حليب كبير. ركزوا معايا اللي ما قدرش ياكل هذه، وانا بالنسبه لي هذه خير. لكن نسيت حاجه مهمه جدا، هي تحليتها بالسكر، يا اما تحلوها بالسكر ضيفوا ملعقه سكر، ومن الاحسن ملعقه عسل حتى هذاك تاع الشفاء، مش لازم عسل حر، لازم العسل باه يعني تتحصلوا على المفعول. النتائج من اول شهر راح تشوفوا يعني حتى بشرتكم كلش رائع جدا. كانت هذه وصفه اليوم، تهلوا في رواحكم، نحبكم بزاف. ابوني، حطوا لنا لايك ودعمونا وشاركوا الفيديو. سلام.